السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين المتابعين، وجمعتكم مباركة وأسعد الله بالخير أوقاتكم. رسميا الحوثيون يعلنون إسقاط فخر الطائرات الأمريكية الاستطلاعية المقاتلة، وإلى التفاصيل. أعلن متحدث قوات صنعاء العميد يحيى صريح اليوم الجمعة تمكن قواتهم الجوية من إسقاط طائرة أمريكية جديدة من طراز MQ-9 في أجواء محافظة مأرب. وذكر العميد يحيى سريع في بيان أنه تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، مشيرا إلى أنه سيتم بث المشاهد لاحقا. وقال إن هذه الطائرة الرابعة التي يجري إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة، والتي تعد فخر الطائرات الأمريكية الاستطلاعية المقاتلة، وتبلغ قيمتها حوالي 32 مليون دولار. وأكد متحدث قوات صنعاء جهوزيتها الكاملة على كل المستويات برا وبحرا وجوا، وأن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل، وستكون القوات المسلحة اليمنية لها بالمرصاد بإذن الله. وشهدت دفاعات صنعاء جوية تطورا متسارعا منذ بداية الحرب على اليمن في 2015 حتى اليوم، حيث سبق وأن أسقطت هذه الدفاعات عدة طائرات مختلفة الطرازات بالتزامن مع الإعلان بامتلاك صنعاء تقنيات دفاعية محلية الصنع. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.